بالنسبة للوساوس في العقيدة التي تنتاب المرء بين الفينة والأخرى، ما هو العلاج الشرعي لها؟ العلاج الشرعي لها أن يعرض عنها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ما يكون من الوساوس فنبه إلى التخلص منها المتعلقة بالاعتقاد بثلاثة أمور. الأمر الأول أن ينتهي، ومعنى ينتهي يتوقف عن هذا التفكير وعن هذا الهاجس. الثاني أن يقول آمنت بالله، أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. الثالث أن يقول آمنت بالله ورسله. فإذا فعل هذه الأمور الثلاثة انصرف عنه ما يكون من سوء ومن وساوس. أما أن يستسلم ويسترسل فإن الشيطان سيتمكن من قلبه ويشوش عليه عقيدته ويدخل عليه من الكدر والضيق ما لا يمكن أن ينصرف إلا باللجأ إلى الله تعالى والاعتصام إليه. فينبغي أن يلجأ المؤمن إلى ربه سبحانه وبحمده ويسأله العصمة من كيد الشيطان ومكره وكيده. السلام عليكم شيخ الكريم.